عين عليك. يعني هي تصحى كل يوم وهي متخيلة نفسها أو عايشة في شخصية جديدة وهمية خالص. طب ما قلتليش كده من الأول ليه يا حبيبي؟ كنا خايفين عليك من الصدمة يا أستاذ سمير. من إيه؟ صدمة إيه يا بهجة؟ أنت عايز تعمل صاحبه وخلاص، هو يعرفنا أصلاً. هي لايقة بقى بتتقال كده. إيه صدمة إيه؟ معلش يا سفيد، كمل يا أستاذ سمير، معلش. كمل وأنا آسف. اعتبره مش قاعد. نرجع تاني للموضوع ده. شوف يا سيدي، إحنا هنجيب شوية ألماس. عليك تجيب لي صندوق صغير قديم كده، هنحط الألماس فيه، هنفهم المدام إن ده الصندوق التاني اللي عادل آدهم في جحيم تحت الماء رماه في المية وما خدناهوش في آخر الفيلم. بس ثانية واحدة، هو الأستاذ عادل آدهم عمل كده فعلا؟ أنت غبي يا بهجت، غبي، ده وقته. ابني ما فرصة الأستاذ سمير صبري موجود معانا، نعرف كواليس جحيم تحت الماء، إحنا ما حضرناهاش دي. هيعمل كده في الجزء الرابع من الفيلم ان شاء الله. المهم هنفهمها ان الصندوق ده هو الصندوق التاني اللي احنا مطلعناهوش في الفيلم. بس انا مش هقدر انزل الميه، صحتي ما تستحملش. مين اللي يقدر ينزل ويجيب الصندوق اللي انا هقول له مكانه فين؟ سلطان. صح. يعني انا كده يا استاذ سمير مراتي هترجع لي؟ هات ورقه وقلم. اكتب الرساله اللي انا حمليها لك. الرساله دي هي اللي هترجع لك الميدان. ابوسك. لا لا بلاش بلاش بوس، عشان ما يحصلكش زي اللي حصل لعبد الفتاح. عبد الفتاح مين؟ واحد صاحبي ما اعرفوش. اتفضلي يا كابتن دالي. ايه ده؟ ده شوية كنز كده. لا خديها منه بقى ما تكسفيش ايده. الله. ده الصندوق التاني اللي عادل ادهم رماه في المية وما كانش حد يعرف مكانه غيري انا. بس انا صحتي مستحملش ان انا انزل على عمق 97 متر. طبعا الوحيد اللي كان ممكن يعمل ده سلطان الشهم النبيل الجميل الجريء. نزل على عمق 98 متر تحت المية والسكينة في بقه، طلع له من هنا 14 قرش ومن هنا 35 قرش. هو بالسكينة الواحدة موت 38 سمكة قرش لوحده. ده غلبان. غواصة راح تطلع من هناك، راح مطلع الماشين جن، ضرب الغواصة، فرقعت الغواصة في المية، وبعدين نزل وجاب الصندوق وقال ده عشان خاطر داليا. ياه. عارف احنا جبنا الكنز ده ازاي؟ ازاي؟ أقول لها؟ تقول لها إيه؟ ما أستاذ سمير قال خلاص. أنت عبيط ولا إيه؟ افتحيه. ما خدتونيش معاكوا ليه؟ الحقيقة خفنا عليك عشان ما تشوفيش الأهوال اللي تحت اللي شافها الإنسان الشهم النبيل ده. إيه دي؟ ده فطورة الكنز. فطورة الكنز يخرب بيت أمك. سوري نسيت. الورقة التانية فين؟ كان في ورقة جوه كده الصندوق، مش عارف دي بتاعت ايه، بس ما رضيتش افتحها. انت شفت الصندوق منين يا سلطان؟ دي وصية المرحوم جوزك اللي راقد تحت المية، أرجوك تقريها وتنفذي كل ما مكتوب فيها. الله يرحمك، الله يرحمك. حبيبتي الغالية داليا، بعد التحية معلش لو خطي وحش، بس حاولي تفهمي على قد ما تقدري. انا مش هطول عليكي عشان مش فاضي، بس اللي عايزه اقوله لك انك لازم تتجوزي الشخص اللي جاب لك الكنز، اللي هو الرفيع مش التخين. انا يا حوت؟ ده الرفيع. اوعي ما تنفذيش وصيه المرحوم، هيفضل يتعذب تحت الشعب المرجانيه اللي طلع كده وكده وكده. لازم تنفذي الوصية. حاضر.
هتتجوزني يا سلطان؟ اتجوزك؟ ايه رايك يا دكتور بهجت؟ اه والله انت فاجئتينا يا بنتي. طب ادينا فرصه نسال عليكي. لا مؤاخذه يا استاذ بهجت، معلش اتاخرت عليك. ينفع كده؟ دي مواعيد؟ هاجمني قرش اسمه عماد رزل، شكله سرسجي وعنده اسود تحت عينيه ساقع على بال ما عرفت ازوغ منه. عارفه عارفه، عامل مشاكل كتير يا عماد. انت عارف معزك استاذه داليا واستاذ سلطان اكتر اتنين احب اجوزهم. الو هي هي ما اقصدش يعني، ربنا ما يقطع لهم عاده. يلا ننجز. انا نازل في كامب غالي جدا ومفيش حاجه فري خالص. هظبطك بس نخلص. ماشي. منور يا استاذ سمير. يا سلام. بسم الله. ايه الشياكه دي؟ الله يخليك، مصيف بقى.